السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي فاطمة اللي بالأمس انتحرت بتبريكت بسلام، غادي نسمعوا تصريحات ديال الجيران على آخر المعلومات على هاد السيدة هادي. الله يرحمها ويوسع عليها ويجعل مأواها الجنة يا ربي. نخليكم تسمعوا هاد التصريحات. خويا كان عندنا الوقفة ديال الجمعة، شنو أخويا الصاف كان بيعو نشريو شوية مريحين في السوق كنخدمو، كتسمع بلي راه واحد السيدة تلاحش من العمارة، فين جينا لقينا السيدة طايحة هنايا، فهمتيني؟ صافي الشريك هادي المنظر خويا منظر خايف، فهمتيني؟ ما عجبهاش تشوف داك الشي، قالك المخ ديالها بقا طايح في الأرض، فهمتيني؟ خويا السيدة دريويشة وفهمتيني خوشة كاملين دراوش، ما عرفناش هاد الشي خايف معانا من جا خويا. يعني انت كتبيع وتشري حاجة كديرة السيدة مسكينة؟ باخا دريويشة كتخدم عندنا السلعة هادي، ما فهمتيني؟ ناس دراوش لي عمر ليهم الدار اخويا، ماشي شي وحدين زعما لي ناس باخر عليهم، ما كانش كتبان على راه بلي هاد السيده غديرك، فهمتيني؟ محاوله انتحار، حتى حنا ما عرفناش شنو اللي خلاها هي، فهمتيني؟ انتحرات وين عرفوا حتى حنا هادشي شنو هو. جاتكم بحال شي صوت؟ اخويا راه ماشي خاطر من المرا، كلشي مأزم كلشي مدمر اخويا، فهمتيني؟ هاد الوقت هادي راه كلشي مدمر عشيري، زادوا في الزيت، زادوا في بزاف د الحوايج، بنادم مدمر. كاين اللي ما عندهمش يخلص كرا، كاين اللي ما عنده فين يسكن، كله عالم بها الله. هاد المرا خالتي فاطمه تنعرفوش، نعرفو هاد خوتها شلوح الله يعمرها دار، ماشي من هذيك الماركه ديال شي حاجه اللي هي باسله. من بعد مرا تنعرفوها امي فاطمه راه تكون عندها واحد 50 عام الله يعمرها دار. تسمعنا انتحار تنجيو تنلقاوها طايحه في الارض، والعلم لله هادشي تيعلم به الله سبحانه وتعالى، والله يرحمها ويوسع عليها. فاطمه بخير لقيتوها؟ انا تنعرف انا مده شي انا تنعرف شي 20 عام باش تنعرف هاد المراه د امي فاطمه، وتنعرف خوتها حتى هما مزيانين والله يرحمها ويوسع عليها اخي. يعني ما كانش كتبان فيها واحد النهار غتلقاها؟ لا هي واحد السيده معقوله الله يعمرها دار، ماشي زعما ماشي شي وحده اللي غتفكر فهاد، والله اعلم اخي. ويا الله يرحمه ويوسع عليه وعلى جميع موتي محمد، راه كاين على المعيور تيخلي بنادم ما عرف شنو يدير، واش هي ما مجوجاش ما عندهاش الاولاد، هو هادشي اخويا تيعلم به الله سبحانه وتعالى. اخويا الجوار انا كنت جالس في الدار اخي، تنتفاجئ بان واحد المراه مسكينه انتحرت هنا في السوق ديال شابراكش. الناس اخويا المسكينه ما عمرنا سمعنا صوتها ولا شي حاجه، ولكن ربي يرحمها ويغفر لها الذنوب ديالها ان شاء الله، تكون من اهل الجنه. خير مسكينة درويش عمرنا سمعها صوت، خوتها تا هما دراوش وما خوت عايشين هنايا والله يرحمها. اللي انت في الجوار ديال كيفاش تقبلتي هاد الخبر؟ واخي راه فاجعة هادي، راه ماشي اخبار، راه فاجعة، راه شي حاجة كتسمع بعدا من روح طاحت، راه ماشي حاجة سهلة. والله يرحمها مسكينة ويوسع عليها. قالك المخ ديالها خي طار في الشنطة، ما شفتش انا بعيني، على ما سمعش. والله يرحمها مسكينة، تنطلب والله المغفرة وتكون اهل الجنة يا ربي. انتحار اخويا عنده بزاف الاسباب، لكن الفقر يا شي مشاكل يا شي مرض نفسي يا عقلي، هادو بزاف الاسباب. والله يرحمنا، الله يعطينا الشي ونطلبوا الله الشا، عباد الله راه شحنقاش والناس يديروا الذنوب ونقصوا من الذنوب. ربي راه ما الشي راه ماشي. الشرطة العلمية والتقنية كانت حاضرة لمعرفة ظروف وملابسات هذه العملية ديال الانتحار اللي كانت غامضة، الله يرحمها ويسع عليها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب.